هذا ما يجب أن تعرفه عن السوق السوداء وتأثيرها على الاقتصاد الوطني. يطلق اسم السوق السوداء على النشاط الاقتصادي الذي يحدث خارج القوانين والتنظيمات وبعيدا عن سلطة الضرائب، وله أسماء أخرى مثل اقتصاد الظل أو الاقتصاد السري أو الاقتصاد غير الرسمي. سمات اقتصاد السوق السوداء: عدم قانونية بعض مجالاته، فقد تعمل على توفير سلع ممنوعة قانونا أو تتهرب من دفع الضرائب المفروضة على السلع والخدمات القانونية، وفي بعض الأحيان يحدث الأمران معا. من سمات اقتصاد السوق السوداء تفضيل المعاملات النقدية، ما يجنب هذه الدفعات رقابة سلطات إنفاذ القانون وموظفي مراقبة الامتثال في البنوك والسلطات الضريبية. في سنة 2013 بلغت قيمة الأنشطة غير القانونية التي استخدمت بيتكوين نحو 76 مليار دولار، ما شكل في حينه نسبة 46% من إجمالي تعاملات البيتكوين، لكنها انخفضت كثيرا منذ 2018. من سمات اقتصاد السوق السوداء أيضا الاعتماد على غسيل الأموال بغرض تحويل المدفوعات إلى أموال شرعية، ولهذه العمليات ثلاث مراحل: إيداع الأموال في مصارف شرعية، استخدام الأموال في شبكة معقدة ومتراكمة من التعاملات بغرض التمويه على مصادرها وملكيتها وأماكن إيداعها، وبعدها إدماج الأموال ضمن المجتمع في هيئة أملاك ظاهرها قانوني كاستعمال الكثيرين الأموال المغسولة في شراء العقارات. يعمل غسيل الأموال على إدخال الأموال الناتجة عن مصادر محظورة في سلسلة من التعاملات التي تخفي أثر هذه الأموال، وتمنع موظفي مراقبة الامتثال والسلطات القانونية من ملاحظة العلامات التي تدل على الأنشطة الخفية للسوق السوداء. لكن ما هي الدوافع التي تجعل الإنسان يدخل السوق السوداء؟ يدخل البائعون في أعمال السوق السوداء لرغبتهم في تحقيق أرباح أكثر مما قد يحققه في الأسواق القانونية، أو بدافع حب اكتساب الجاه والسلطة والاعتداد بالنفس. وتقع معظم الحالات في بيئة اجتماعية محيطة تقبل مثل هذه الأفعال وتحث عليها أحيانا، بينما تدفع الحالة الاجتماعية البعض إلى الإيمان بأن السوق السوداء هي سبيلهم الوحيد إلى التطور في حالات أخرى. أما الزبائن فلديهم ثلاث حوافز للمشاركة في السوق السوداء، فهي بالنسبة للعديد منهم المنفذ الوحيد للحصول على بضائع وخدمات غير قانونية، بينما يريد البعض الآخر الحصول على بضائع أو خدمات قانونية بأثمان أقل أو توصيل أسرع. فكلفة البضائع المسروقة أو المهربة مثلا أقل من كلفة صناعة هذه البضائع محليا، فلا يدفع الزبون سوى تكلفة الشحن ورسم يغطي المخاطر التي يتحملها البائع دون الحاجة إلى تسديد الضرائب على هذه المشتريات، وغالبا ما تجري هذه العمليات على نواصي الطرقات. أما الحالة الثالثة فهي الحاجة إلى بضائع وخدمات قانونية تعاني نقصا في إمداداتها، وتعمل السوق السوداء على تسهيل الحصول على السلع مقابل أسعار مرتفعة جدا. بعض الأمثلة على السلع والخدمات المحظورة: تضم الخدمات المحظورة أنشطة مثل المقامرة غير القانونية والاتجار بالبشر والبغاء. في 2016 تأثر ما يصل إلى 40 مليون شخص بأنشطة الاتجار بالبشر، وكان مصير 15 مليون منهم الزواج بالإكراه، وأجبر 25 مليون آخرين على العمل القسري، 16 مليون تقريبا في المعامل أو المزارع والاستعباد في المنازل، ووقع 5 ملايين ضحايا لاستغلال الجنسي، وسخر 4 ملايين في أعمال تابعة للدولة. شكلت النساء والفتيات نسبة 99% من المستعبدين في التجارة الجنسية، ونسبة 58% من القطاعات الأخرى، بينما يباع نحو 10 ملايين طفل سنويا في أسواق العبيد. وبحسب كتاب الاتجار بالبشر مأساة إنسانية، يشمل الاتجار أيضا تجارة الأعضاء وتجنيد الأطفال واستجلاب العرائس بالبريد والتبني. ويصنف مكتب المخدرات والجريمة في الأمم المتحدة التسول القسري في تلك اللائحة أيضا. في 2012 بلغت أرباح العمالة القسرية 250 مليار دولار،
ثلثاها من أنشطة الاستغلال الجنسي، إذ يكسب تجار هذه الأنشطة 21,000 دولار سنويا من كل ضحية من ضحاياهم. وتعد الجرائم الإلكترونية من الأنشطة المحظورة أيضا، وتشمل سرقة البيانات الشخصية والمالية واستعمالها للولوج إلى الأرصدة المصرفية للضحايا وبطاقاتهم الائتمانية أو للحصول على تسهيلات ائتمانية جديدة. مجرمو الإنترنت ذو مهارة عالية، أغلبهم بعمر أقل من 25، مجندون في أثناء دراستهم الجامعية، وتقدر الشرطة الأوروبية خسائر الشركات بهذه الأنشطة بنحو 750 مليار يورو سنويا. أما البضائع المحظورة فتشمل المخدرات والأسلحة والأعضاء البشرية والكائنات المهددة بالانقراض والنقود المزورة، وتشمل أيضا الأقلام والبرمجيات والألبومات المقرصنة، المضاربة ببطاقات حضور الأحداث المهمة، والعديد من السلع الأخرى المتداولة في الشوارع. تقدر شركة جلوبال فاينانشال انتجريتي إيرادات أكبر 10 قطاعات من التجارة المحظورة حول العالم كما يلي: يبلغ مجموع هذه الأرقام 2.2 تريليون دولار عند إضافة أرباح الاتجار بالبشر إليها. يعد التهرب الضريبي للبضائع والخدمات القانونية مثالاً آخر، إذ يشمل كل الأعمال التي تجرى بالخفاء ولا تبلغ السلطات الضريبية بأي أرباح منها. فيعد مثلاً تقاضي عامل بناء لأتعابه نقداً وعدم الإفصاح عنها للسلطات الضريبية نوعاً من أنشطة السوق السوداء. فلا غبار على قانونية عمله، لكن تهربه الضريبي غير قانوني. يقدر مكتب ضريبة الدخل الأمريكي أن 16.3% من الضرائب المستحقة لا تدفع، ما يكلف الحكومة الفيدرالية 441 مليار دولار سنويا من 2011 إلى 2013. استرجع المكتب منها 60 مليار دولار، ما قلص الفجوة الضريبية إلى 381 مليار دولار سنويا. لم تكن كل هذه المبالغ ناتجة عن أنشطة السوق السوداء، لكن تقديرات مكتب الضرائب تعطي صورة تقريبية عن الخسائر التي تسببها تلك الأنشطة المحظورة.